صباح جديد يا جماعة بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله مصر جميله دايما <applause> بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان صباح الفل يا طيب. صباح الخير يا الخير على حضراتكم يوم سعيد علينا وعليكم باذن الله النهارده هنبدا مع حضراتكم بمجموعه من الاخبار طبعا زي ما تعودنا هنقول لحضراتكم ان شاء الله النهارده عندنا ايضا مجموعه من الفقرات ان شاء الله يعني تحوز على اهتمام حضراتكم بالتاكيد واسئله طبعا احنا بنحاول نجاوب عليها النهارده هنبدا بالخبر الاول اللي طبعا أتفضل. عشان هي افتتاحات مهمه جدا حصلت امبارح يا طارق افتتاحات رئيس الجمهوريه لمجموعه من المشروعات القوميه المهمه سواء في مجال الاسكان او في مجال الطرق والكباري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه افتتح مجموعه من المشروعات القوميه امس بينها مشروع سكن مصر وجنه مصر للاسكان بمدينه 6 اكتوبر بجانب مجموعه من مشروعات الطرق والمحاور الجديده ومشروعات الشباب والرياضه وده طبعا كان شيء مهم جدا يا طارق صحيح وفكره كمان التاكيد على البنية الأساسية للدولة المصرية والتطوير المستمر فيها ده بيفرق كتير جدا طبعا في الاستثمار اللي احنا بننشده طبعا كدولة مصرية افتتح المشروعات أمس حضرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجانب مجموعة من الوزراء المعنيين تلك المشروعات وحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اعتقد نهلة أن برضو انه الحوار دائما أمام سيد الرئيس كان على التحديات اللي بتقابل الحكومة في صحيح. تنفيذ هذه المشروعات وإنه زي ما بيقولوا كده قيمة الوقت كانت بتبقى هدف أساسي إنه الحكومة تقدر تعدي هذه الحقيقة العقبة والحمد لله إنه في خلال سبع سنين حجم المشروعات القومية في مصر حجم ضخم جدا وكان فيه الحقيقة فناء من الرئيس لاداء الحكومة وتحديدا في كلمات الوزراء اللي كانوا بيعرضوا علي السيد الرئيس هذه المشروعات بالنسبه للموضوع الوقت اللي اتكلمت عنه طارق فعلا رئيس الوزراء قال خلال عرضه لهذه المشروعات ان التاخير خلال السنوات الماضيه ده كلف الدوله كتير يعني بسبب التاخير ده كان بالفعل اقيم مساكن واقيم اشياء صحيح. اضطروا انهم يزيلوها وانه لما كناش تاخرنا في تنفيذ هذه المشروعات كان الامور فرقت كتير وكان مع مصر الموضوع هيبقى اسهل بكتير جدا انها تضطر انها تشيل مساكن عشوائيه قامت في هذه الاماكن او اي شيء مضطره لازالته علشان تستكمل موضوع البناء موضوع المحاور الرئيسية اللي بيسهل الطريق على المصريين. وزراء الاسكان والنقل والشباب والرياضة عرضوا الكثير من المشروعات على فخامة الرئيس منها الاعلان عن طرح الاف وحدة سكنية جديدة والتعاقد على استيراد ومصانع الاتوبيسات النهرية بجانب طبعا افتتاح نادي النادي بمدينة ستة اكتوبر وزي ما بنشوف دايما انه يا المشروعات يعني بتبقى متكاملة يعني ما هيش سكنية بس ده سكنية وخدمية ومع الأندية الرياضية على أعلى مستوى الح... وده بيخلينا نشوف أنه المستقبل هيبقى شكله كده وإحنا هنتعامل مع هذا الأمر الواقع الحقيقة كل تحية والتقدير للحكومة على هذا الأداء وأتمنى إن شاء الله أنه زي ما بنقول دايما أنه نحن كمان كمواطنين نقدر نحافظ على مكتسباتنا من هذه المشكله يا رب ان شاء الله ودايما يا طارق كنا بنتكلم عن انه العالم بيعمل لقاحات واحنا فين من اللقاحات وفيروس كورونا انتشر ولابد ان احنا يكون عندنا بحث علمي ويكون عندنا برضو تجاربنا الخاصه الحقيقه في خبر مفرح بيتكلم عن بدء التجارب السريريه للقاح كورونا لقاح مصري تماما الحقيقه ده وزير الزراعه ووزير التعليم العالي وقالوا ان احنا بنبدا في المراحل الاولى للتجارب السريريه للقاح كورونا المصري اللي اسمه ايجي فاكس بنتمنى التوفيق لهذا اللقاح طبعا يا ان شاء الله باذن الله وطبعا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال انه بدايه تجارب لقاح كورونا هو خطوه مهمه جدا في مجال تصنيع الدواء المصري وقال كمان انه تحويل الابحاث العلميه الى دواء بيتداولوا المرضى ليس بالامر الهين ولكن لابد من اجراء إن اجراءات طويله للتاكد من سلامه الدواء على صحه المرضى وزي ما بنقول دايما ان احنا الاطباء دايما يا نهله وما فكره كمان ان انا اروح واعمل الكشف الصحيح واعمل التحاليل الصحيحه عشان نقدر ناخد الدواء المظبوط ده جزء مهم جدا لازم يكون من هنا ورايح من ثقافتنا الطبيه. النهارده عندنا ايه؟ عندنا موضوعين هنتكلم فيهم النهاردة موضوع التعليم هو موضوع دايما شغلنا ورئيس الحياة أشار إليه برضو في لقائه الأخير أو قبل الأخير هو بيتكلم عن مشروع النهوض بالأسرة المصرية وقال أن التعليم محتاج أن احنا نربطه بسوق العمل وأن احنا يكون عندنا أقسام متطورة شوية علشان نقدر نواكب سوق العمل وما يطلعش الطالب من الكلية يضيف إلى البطالة واتكلم عن تجربة وزير التعليم طارق شوقي هناك تجربة ناجحة وأن الناس قومتها وعرضت مع انه كان عاوز يعمل شيء كويس بالنسبه لنا ونقله في مجال التعليم فالنهارده هنعيش مع التعليم واهم الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان ننهض بالطالب وبالمناهج وهيكون معنا في هذه الفقره الاستاذ محسن هاشم الكاتب الصحفي وهيكلمنا عن ذلك بالتفصيل. مش بعيد عن المبادره اللي اطلقها فخامه الرئيس وهي المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه واعتقد انه كان في مكاشفه حقيقيه لما يحدث في المجتمع المصري والاسره المصريه وفكرة حلول جذرية لل... يعني زي ما بيقولوا كده ايه ان احنا عايزين نلم شمل الاسرة المصرية فكرة الهدف من الزواج فكرة انك انت كمان يكون عندك الخطة صحيحة واختيارك الصحيح والتوقيت المناسب عشان تقدر تكون اسرة ده جزء جدا في كلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر وده طبعا تم ربطه في هذا المؤتمر بمشروع حياة كريمة وتنمية الحقيقه الاسره المصريه في هذا المشروع اللي بياخد كل التطور وكل التغيير في حياتنا كلنا يعني احنا بنتكلم تقريبا في 55 مليون مواطن بيستفيدوا من مبادره حياه كريمه تعديلات في كل شيء في الحياه طرق صحه تعليم كمان تنظيم اسره كمان احنا بنتكلم على انه يكون عندنا اسره قويه وانه مشروع ما بين قوسين الزواج وتكوين الأسرة ده مشروع المفروض يكون في أولوياتنا ونهتم بيه عشان نقدر نحافظ على مجتمع قوي يقدر يواجه الصعوبات القادمة بإذن الله خلينا نروح م. مع حضراتكم لفاصل ونرجع نستقبل أول ضيوفنا بعد الفاصل إن شاء الله اهلا بحضراتكم بنتكلم عن المواطن المصري اللي المفروض هيبني البلد دي وبالتالي لابد انه يبنى هو من الاساس بشكل جيد ده بيتم من خلال المدارس ومن خلال منظومه تعليميه تكون سليمه تؤهل هذا الطالب لسوق العمل وتؤهله لمواجهه الحياه وتحمل اعبائه طبعا احنا محتاجين اعاده النظر وده بيحصل على مدار سنين والمفروض ان هو يستمر معانا في تقييم المناهج في تقييم ما نحتاجه من تخصصات وده اللي اتكلم عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا لما قال ان احنا في بعض تخصصات لم يعد لها مكان في سوق العمل لابد من انها تستبدل ايضا اتكلم عن كثافه الفصول وعن الاعداد الكبيره وعن المبادرات اللي بيقوم بها وزير التعليم طارق شوقي للنهوض بالتعليم واللي قوبلت برفض احيانا ومعارضه من قبل اولياء الامور خلينا نتكلم عن منظومه التعليم وايه اللي محتاجينه علشان ننهض بيها بشكل اكثر جوده مع ضيفنا الاستاذ محسن هاشم الكاتب الصحفي اهلا بحضرتك معنا فندم صباح النور صباح صباح عليكم فانت. اهلا بحضرتك وبدايه كده احنا يعني واصلين لفين؟ احنا اتكلمنا عن تطوير التعليم على مدار السنوات اللي فاتت ويمكن كان المسؤول عن تنفيذ هذه الخطه الوزير طارق شوقي ومعاه الوزير خالد عبد الغفار فيما أوه. يتعلق بالتعليم العالي. نعم. شايف حضرتك ما تحقق خلال السنوات الماضيه كان شكله ايه؟ بصي حضرتك مما لا شك فيه ان التعليم هو خاطره التقدم والتنميه في مش في مصر بس ده في العالم كله. الدولة اللي بتهتمش بالتعليم هتتراجع للخلف رضينا أم لم نرضى ولكن إحنا عشان ننهض بالعملية التعليمية لازم يكون في مقاومات للنهوض بالعملية التعليمية أولا نهتم أولا بالطالب ومتابعته نهتم بالمعلم يعني المعلم ده نهتم بيه ويبقى له تقييم سنوياً تقييم مش على الورق، تقييم فعلا يبقى تعمل له تيست اختبار ثانوي وده مش عيب. هو ده 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 اللي هيبقى موجود يعني ويصح الدنيا كلها. ايوه. وبناء عليه م. انا بقول ان ان العمليه التعليميه دي لكي تنجح محتاجه مقومات مهمه جدا. م. اولا رقم واحد التطور التكنولوجي. م. إحنا الدكتور طارق شوقي اتكلم عن التطور التكنولوجي ولكن للأسف الشديد التطور التكنولوجي بيبدأ التاب مشروع التاب من الثانوي من أولى ثانوي لا أنا عايز التاب ده يبقى من أولى إعدادي وإن مادة الكمبيوتر والحاسب الآلي تخش في المجموع تم للأسف الشديد يعني إلغاء ما تحسبش من المجموع من الاعدادي لا انا عايزه تتحسب من المجموع عشان الطالب يبقى عنده تشجيع ان هو يبقى داخل ثانوي ويقدر ان هو يتواكب مع التاب لكن للاسف الشديد في بعض الطلبه في ثانوي ما بيعرفوش يستخدموا التاب دي حاجه احنا بنتكلم على التطور التكنولوجي الحاجه الثانيه خلينا في التطور التكنولوجي شويه فاحنا نهتم, نهتم نهتم بالعماله في المدارس يعني خلي حته حته كده نتكلم عن تطور آه. التكنولوجي وبعدين نروح لل... آه. للعمال فاحنا بنتكلم دلوقتي اذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكلمنا عن المدن الذكيه وعن آه. التخصصات الجديده واعتمادنا على الكمبيوتر آه. في المستقبل أيوه. آه. بتقول ان احنا نبداهم من وهم من صغيرين جدا ده كده ممكن نبداهم من كي جي 1 وكي جي لان بالفعل مربع. الولاد في السن ده معاهم التاب ومعاهم الموبايلز وبيلعبوا عليها وبيعملوا جيمز عليها آه. يبقى بس انها تكون زي حضرتك بتقول داخل موضوع حاجه منذ الصغر فينشا عليها وعلى ان هم يستمروا في ان هم يشتغلوا عليه مم. الحاجه الثانيه المهمه برضه طب هل المدارس بنيتها مؤهله لكده يعني احنا بنتكلم أنا عن مشاكل تبقى. في الشبكه ولا ومنات... نعم شركه أوه. استاذ صدر. احنا بنتكلم على تطوير المعامل مم. المعامل الفيزياء ومعامل الكيمياء معامل الكمبيوتر مم. معامل الكمبيوتر دي يعني عايزين نشغلها من الابتدائي مش من الاعدادي كمان لان الحاسب الالي ده ده هو صناعه المستقبل بكلمك بصراحه وبامانه أيوة. كده والنهارده ما فيش بيت يخلو الا لما يكون شاب معاه موبايل وماسكه ويشتغل عامل له صفحه على الفيسبوك ولا على تويتر ولا غيره وبناء عليه احنا نطور من المعامل اللي موجوده في داخل المدارس نشجع التعليم الخاص على يعني بناء المدارس ان يعني الدوله آه. مش هتقدر تبني مدارس لكل ده كثافه الفصول مرتفعه جدا ده اللي عليه المعامل وبعدين نروح لكثافه الفصول يا آه. فندم المعامل دلوقتي ده اللي بنتكلم فيه الناس عايزه تشتغل باللاب ويبقى عندها يعني معرفه بالتكنولوجيا آه. والمدرسه ساعات الشبكه ما تبقاش واصله لها او ساعات الكمبيوتر دي بيحطوها للاسف ما بيستخدموهاش آه. فاحنا آه. عايزين مدرس مؤهل لتدريس وإحنا الكمبيوتر وإحنا قلنا واجهزة موجودة نأهله, آه. نأهله ونعمل له تيست اختبار مش عيب وعشان بعد كده لما يجي يلقن للطلبة والتلاميذ يلقنهم صح عشان كده و... الرئيس اتكلم عن انه حتى مسابقه المعلمين هو عمل مسابقه معلمين علشان يعني عاوز معلمين ده في لكن للاسف اللي بينجح تبقى تبقى عدد قليل قوي لانهم مش مؤهلين للتدريس ولا مؤهلين للكلام في حاجه بقى ثانيه يا استاذ عايز اشير ليها إن للأسف الشديد في ناس واخدين مؤهلات تربوية، مؤهلات عليا وشغالين إداريين في المدارس، دي, دي حاجة لمسها بإيدي أنا بقى كرئيس مجلس أمناء. الدولة لم يتم الاستفادة منهم. ومع إن في نشرة من التنظيم والإدارة بقالها من شهر خمسة يتم تعيينهم. بدل أنا ما أجيب حد بالحصة. طب ما أنا عندي أوريدي موجودين موظفين موجودين ومتعينين سواء كاداريين او اخصائي مسرح او اخصائي موسيقى او كلام من ده فدولت احنا نوديهم للمواد الاساسيه اللي زي ايه؟ زي الدراسات الاجتماعيه زي الرياضيات زي وفي نفس الوقت دول متعينين كاداريين ما تغيروش ما غيروش المهنه يعني الوظيفه بتاعتهم لا احنا م. عايزين فعلا نعيد تاهيلهم علشان ياخدوا وظايف ثانيه الله ينور عليك طب ما ده هياثر على الانشطه واحنا برضه لا ما انا هقول لك على الانشطه عن ما انا بقول لحضرتك اهو لا ده دير دولت لان دولت دخلوا يعني دخلوا الكليات تخرجوا من كليات التربيه واخد بال حضرتك و وخدوا المؤهلات العليا دي عشان يفيدوا م. وفي نفس الوقت هم موظفين طب ما انا استعين بيهم، ايه المشكلة يعني؟ تعيد تأهيلهم وتدربهم انهم يدرسوا مواد, مواد معينة هم يدرس هم مواد في احنا اه. في اشد الاحتياج ليها. ايوه الحاجة التانية اه. في عجز صارخ في المدارس. اه. انا بلمس بقى الحاجات اللي هي مهمة جدا. طيب العجز الصارخ ده انا عايز اغطيه، اغطيه ازاي؟ اغطيه بدولت، دول آلاف على فكرة موجودين في مختلف الإدارات التعليمية في جمهورية مصر العربية. اه. اغطيه بهؤلاء الاداريين دولت ويبقوا معلمين واهلهم ويغطوا ده كله بدل ما أجيب حد بالحصه اشغله لمده معينه وبعد كده يطالبني بان انا اثبت واتكلم بالتثبيت والتعيين وكلام من ده ويبقى عبء عليا طب ما اوريدي ما الناس موجوده اهي طب ما الناس دي بنشغلها الحاجه الثانيه يا استاذه المهمه ودي المشكله الكبيره ان كثافه الفصول كثافه الفصول دي 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 يعني المشكله الكبرى في مصر هم. طيب احنا ليه ما نشجعش القطاع الخاص ب ب ب وننصر في عمليات بناء المدارس والتراخيص شريطه ان برضو يكون المصروفات متواجبه مع القرار الوزاري هي يعني مثلا يحصل يعني بيحصل و... تنسيق بقى استاذ محسن لان ممكن أيوة. احنا ممكن في جمعيات اهليه تعمل مدارس ويكون اهتمامها ينور ممكن الله يكون وحديك. في يعني رجال اعمال يتولوا موضوع التدريس ويدخلوا فيه ولكن بشرط ان احنا نتفق معاهم بعدم المغالاة في المصاريف مصروفات المدرسيه آه. زي يكونوا قريبين مدارس تجريبيه او عليك. آه يعني حضرتك منها شويه حضرتك آه. ماليزيا ماليزيا نهضت م. بالتعليم م. م. ماليزيا خلت آه آه الميزانيه كلها تحت الدوله لمده سبع سنين م. للعمليه التعليميه م. وبقى حصل فيها تقدم هاي سنغافوره نفس القصه برضه نفس الموضوع فاذا احنا يعني احنا مش اقل من هذه الدول م. احنا بالعكس ده مصر دي هي مصر دي عمود الخيمه مصر دي يعني قاعدة البلاد العربية كلها م. وإحنا بقدر الإمكان نساعد زي ما حضرتك قلت الجمعيات الاهليه لها دور كبير جدا برضه في المساعده والمشاركه المجتمعيه مم. الحاجه المهمه جدا يبقى في مجالس امناء في المدارس نشطه وحقيقيه وفعليه ما يبقاش مجالس امناء على الورق ازاي انا مس... انا مهامي كم... ك... كمجلس امناء ان انا انهض بالعمليه التعليميه والمشاركه المجتمعيه مم. بمعنى ايه؟ بمعنى اشوف اداره المدرسه ايه اللي محتاجاه ان انا احاول اوفره له الحاجه الثانيه لو في مشكله تحرضت ليها الطالب ولا الطالبه ازاي انا اتدخل واحلها فالمجالس الأمنة دي دي فعلا حجر الزاويه زي ما بيقولوا هو, هو شيء جميل ان احنا نتكلم عن ده ولكن في الاساس دايما بنتكلم عن طبعا الكثافه شيء يعني هي. المهم جدا ولكن المنهج نفسه ما انا لسه بقى تطوير يعني المناهج المضمون الاساسي يعني في التعليم يعني استاذ تطوير آه. المناهج آه. يعني مثلا منهج سنه ثانيه ابتدائي ورابعه ابتدائي حاجه لا يصدقها عقل بصراحه ربنا طب انا عايز يبقى فيه توعيه فعلا يحط المناهج يحطها في قدر مناهج متطوره في قدر مستوى الطالب فعلا والتلميذ بس في السنوات اللي فاتت حصل نوع من التطوير في المناهج التعليميه وانا شفت بعض الكتب اللي لها علاقه بالاطفال في الكيجي او في اولى ابتدائي بشوف انها بتبقى مناهج مبسطه وبتعرف الطفل ب... بعالمه هو بجسمه بعالم حواليه منين فبدا التطوير في ال... في ماشي. الجزء التطوير دي. يبدأ منين هيبدا من الكيجي جي ومن الابتدائي بزبط. انا زي ما ضربت حضرتك مثال بالتاب م. ده ده مثال فعلا م. وده حاجه على و... على ارض الواقع وحاجه يعني ملموسه م. طب انا ليه انا انا ما بدأش الحاسب الالي ده اخليه ماده مجموع قال لا ده الحاسب الالي ده هو دلوقتي الناس كلها ما فيش حد بيعمل غير الطريق كله رقمي م. انا بحيث ان اشجعهم ان هم بس الولاد هو دلوقتي يا استاذ محسن كلهم عارفين يتعاملوا مع التكنولوجيا اكتر مننا او من أجيالنا هي الفكره في ان النت هل هو م. يعني قادر على تحمل العبء ده ولا عشان لما نيجي نعمل مناهج على النت يكونوا هم جاهزين لحلها وده اعتقد هم قطعوا في شوط هو استاذه آه انا ما حق يعني قطعوا بالمرسة. في شوط في الفتره اللي فاتت وعرفوا انهم يعملوا عايزين بقى. بقى احنا عايزين ده ننميه بقى م. ده يبقى فيه نوع من التنميه فعلا الحقيقيه على ارض الواقع وبحيث ان احنا المشاكل دي كلها ازاي نتغلب عليها واخد بال حضرتك مم. انا مثلا المدارس مثلا اللي موجوده دلوقتي ينقص حاجه مهمه جدا هقول لحضرتك عليها وتستغربي العمال العمال دولت فعلا عامل مهم جدا في كل مدرسه ليه؟ لان العامل ده هو اللي بيمضي على العهده هو اللي بيخلوا والو من مدرسة هو اللي بينظفها احنا دلوقتي في زمن كورونا فاحنا عايزين والمدرسه دي فيها تجمعات طلابيه وتلاميذ احنا عايزين ازاي يبقى فيه زياده في اعداد العمال في المدارس النهارده لما في مدرسه فيها حوالي بتاع 5000 طالب ولا تلميذ فيها عالم عامل واحد ما ينفعش طبعا احنا في زمن حتى في اوبئه وفي كورونا العماله الامن يا استاذ أنواع الامن اللي بره البوابات ده مهم م. جدا مش يعني بص يا استاذه إن زي ما حضرتك قلت لي كده المعامل ديت دي فعلا يجب الاهتمام بيها بقدر المستطاع بحيث ان انا ابقى افيد الطالب الطالب يجي المدرسه يستفيد في معمل الكيمياء معمل الفيزياء معمل الكمبيوتر لازم اضمن ان المدرس موجود وحيشرح لان انا بروح ممكن المدرسين يكونوا مش متحمسين للشرح علشان الدروس الخصوصيه مازلنا ومازل ما زلنا بنقومها وما زال الفكر ده عندنا هو الطالب هيروح يبقى عارف انه هيستفيد وكمان نعمل على تنميه شخصيته يعني احنا مش بس رايحين عشان نتعلم رايحين عشان نتعلم وعشان اللو نروح المسرح وعشان نلعب كوره وباسكت يعني زي ما كنا احنا في حياتنا اللي عليها دي تنميه الانشطه فعلا حضرتك زمان على كنا بناخد فيه حصه للموسيقى ما فيش حصه موسيقى دلوقتي بكلمك بصراحه بامان احنا عايزين انشطه الرياضيه انشطه الموسيقى الفنيه انشطه الاتحاد الموجود الموجود في قلب المدارس ننميها ده كله لو نميناه فعلا هيبقى في تغير كبير جدا لان المدرسه اللي بدون انشطه مدرسه ما صحيح ناقصها حاجة. حاجه كتير جدا الحقيقه آه يع... انه يعني برضو الترابط بين التعليم في مراحله الابتدائيه والاعداديه والثانوي والتعليم الجامعي وربطها بسوق العمل زي ما الرئيس اتكلم عنه ده شيء مهم جدا آه. ولمسنا بعض التطور ونامل في المزيد في السنوات اللي جايه انا بشكر وجود حضرتك معانا شكرا جزيلا الأستاذ محسن هاشم الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا يا استاذه ومرحب بيكم